يتعامل الأغلب مع العادات الغذائية المتوارثة اجتماعياً على أنها حقيقة مطلقة دون البحث وراءها هل فعلاً صحيحة أم تحمل نسبة خطأ قد يعود إلى طبيعة كل جسم أو تكون خطيرة في المطلق ولا تصلح أو لا تضر لكنها لا تنفع في المسار الشائع عنها. ومن أبرز المعتقدات المغلوطة المتوارثة هي أن صفار البيض ضار بالصحة، وكذلك مشتقات الألبان أو الكربوهيدرات، وذهب البعض لأبعد من ذلك بالقول إن الحمية الغذائية النباتية هي الأفضل دائما لصحة سليمة. ومن بين ما يربط به الكثيرون بناء على الثقافة المجتمعية هو مصطلح اللايف ستايل أو خسارة الوزن، باعتبارهما شيئا واحدا تتمحور حوله ثقافة الدايت المبنية على فقدان الوزن وشكل الجسم والقياسات حتى وإن كانت على حساب صحة الجسم، وهو ما يحاربه اللايف ستايل المعتمد في الأساس على العادات الصحية السليمة التي تبني الجسم. ولأن النظام الصحي السليم يبدأ من الصغر، فالكثير يكونون على علاقة غير صحية مع الطعام بسبب العادات الخاطئة في التغذية التي يتوارثها المجتمع، فيلجؤون إلى ثقافة الدايت التي تجعلهم يعانون من مشكلات صحية كثيرة على رأسها نقص الفيتامينات أو المعادن بسبب قسوة الحميات المتبعة. فالعادات الغذائية المتوارثة إما أن تكون بوابة عبور لأمراض كثيرة أو ملاذا من الإصابة بأمراض أخرى.